عاود لكم القصه. اول حاجه غنديروها البنات غادي نطلقوا شويه ديال البخور، وماشي ابي بخور الله يخليكم، لا لبان الذكر. كيعجبني نشم شي ريحه وتكون نيت شي ريحه، حيت دابا البنات راه الريحه كتاثر كما كيأثر عليك الهضره، كيأثروا عليك شي حويجات حتى الريحه كتاثر. وانا كيهمني البنات، كيهمني نشم وماشي اي حاجه. شوفوا ليا هاد اتاي البنات مصوب بالاعشاب، الكمون الصوفي، الريحان، السلميه، واللويزه، والبابونج. ايوا صبحوا داكشي ديال البونج. لا شوفوا ليا اتاي هذيك زويته، غندهن بها يدياتي، هاد غنبدا لكم السرد. ايوا يا اختي القصه امتى بدات؟ هذا هذا راه كلشي كيعشقو، هذا راه محبوب الجماهير حاليا. شوفي راه معاه السالف، حتى ما كانش عندك السيف لبسي غير هذا. كلشي بقى تعرف لي، بغا نعاود لكم القصه ديالو امتى بدات معايا بالضبط، وكيفاش تلاقيت معاه، وكيفاش تعرفنا ودرنا بيع وشري. وصلت القصه حتى لعندكم؟ ماشي وصلت حتى لعندكم، وصلت حتى لعندكم حتى نتوما، ولبستوه وعرفتوه وتعرفتوا عليه وحبيتوه. اليوم غنعاود لكم القصه القصص الدريات. المهم ضروري الدريات نتبخر حتى هادشي اللي غنعاود لكم. شوفوا هادي راك هادي راها تعقل على عم خامون، عم الكامون، ماشي الصوفي، لا الكامون الاخر العادي. هانتوما ذكر اللبن، شوفوا اللبن ولا حتى هو قالك اللبن ولا فيه الذكر. ها هو اش نتذكروا من داكشي. دابا تبخر ليا مع راساتي نعاود لكم القصه باش نديماري. المهم كنت كنقرا في السنه الاولى ديال تصميم الازياء. المهم انا قريت تصميم الازياء، دخلت في الاخر ديال 2004، يعني بحال نقولوا عليه من 2005. 2005 السنه في الشهر الاول ديال 2005، ولا انا ملي بديت نقرا في السنه الاولى، يلاه 3 شهور سيدة بدات كتصاوب البيريات، بديت كتصاوب البيريات القبعه بوحدها، كنت كنصاوب معاهم ديك الغطايه. بعد قال لي راه ديك الغطايه ماشي عمليه. تخيلت بان السيده الا كانت داخله لشي اداره، يعني ديك الغطايه ما جاتش، فهمتوني؟ سيرتو حنا فملي كنقراو ديما يقولوا لي بحيدوا الكاسكيطه. المهم كان عندي نظر بعدي، بحال كنت حاسه بانني غنبعد بعيد، زعما غنمشي بعيد في هادشي ديال البيريات. انا راه قريت 3 شهور الاولى، صراحه كنت من 3 شهور الاولى نحبس وندير هادشي، ولكن هادشي ما كانش داير، الصيت ديالو ما كانش داير. 3 شهور الاولى وليت نصاوب البيريات. المهم البنات السنه الاولى 3 شهور الاولى بديت كنصاوب البيريات، صافي بحال تقولوا احترفت فيهم، احترفت لدرجه انحرفت فيهم، يعني غصت فيهم وليت كنتفنن، فهمتوا؟ كلشي اللي كنقراو معايا ولاو تابعيني على قولة الله اكبر، ماشي تابعيني تابعيني بشي حاجه خايبه، لا تما ولاو يلبسوا البيريات، ولينا معروفين بالقسم ديال البيريات، قسم اللي فيه الدريات كيلبسوا البيريات. ما علينا، العام الثاني قال لي راسي نصاوب جلابه، واخا ما كنتش نقراو التراديسيونيل، لا نقراو المودرن. قال لي راسي اجي نصاوب جلابه، صوبت جلابه، بقى خاصني ندير معاه شي لعيبه الفوق. انا قال لي راسي دوك البيريات اللي كتصاوبي ما غاديش يجيو مع الجلابه، اجي ندير شي حاجه ستايلين، يعني نقاد ستايلين داكشي يجي هذاك. صوبت بيريه بقى عقل عليها في الكاكي، وانا نلصق ليها شال، انا لصقت ليها واحد الشبكه فيها الزواقه ديال عسكريه، فهمتوني؟ داكشي جا صافي الدريات، صوت جلابه عسكريه ستيل زعما عسكري، وصوت ليها البيريه ولصقت ليها ودرت ليها باقي العقل، درت لها واحد اللعيبه هنا باش كان كيتخشى الشعرك، يعني فهمتي؟ وفرحت بها. انا كنتش عارفه، انا ما كنتش عارفه بانني هنا دابا في 2023 انا غنولي معروفه في هادشي. انا باقا معقل كنت كنهضر مع الدراري اللي قرب معايا كنقول لهم انا غتولي عندي واحد الماركه معروفه وكندير البيريات. في 2005 2006 شكون يلبس لك شي بيريات ولا يلبس لك شي توربان؟ كان باقي داكشي، فهمتوا؟ انا كنت فايقه بكري، ولكن الوضع ما كانش يسعفني، فهمتوني؟ يعني انا فايقه بكري ولكن الناس باقيين ناعسين، كيفاش انا فايقه بكري والناس باغي، يعني خصنا نفيقو مقادين، فهمتوني؟ كان خصني نصبر. اختكم من 2005 وهي كتصاوب البيريات، واحد الوقيته صافي تطمست قضيه البيريات، مشات مع الواد، ماشي الخبيره لا بيه، مشى صافي مشى، يعني ما كاينش اللي كيلبس هذا الشيء، انا كان كيعجبني. من 2005 اختكم تحك 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 تحك، اختكم من 2005 وهي تحك تحك تحك، اش كيقولوا ما تحك، يعني تكات 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 حتى 2023.
هي الصراحة اللي أنا لونسيتها في 2019، لا 2020، لونسيتها في 2020، ها لونسيتها جات كورونا صافي حبست الماركة، فهمتو القضية ما داعتش بزاف. داك العام صراحة داك العام ما كانش كي جميع الأعوام، في 2022 كان العام ماشي تلهي وداك الشي، وكنت كنمر بشي ظروف وما كانش عندي قدرة على أنني نبدا فشي حاجة جديدة، وكنت باغي نطلع المبيعات ديالي، يعني الناس تبقى تعطيهم نفس البرودوي ديما، يعني ممل الوضع، خاصك ندير شي حاجة جديدة. ويقول لي راسي اجي نجيبو شي حاجة من الارشيف اللي ما كانتش بانت وما تعطاتهاش حقها وما بانتش للناس كما ينبغي، وانا ندير هذا عاود ثاني. عاود تحيتو صافي، عاود تحيتو لقى اقبال، الناس عجبهم، كاين اللي كيقول لك غالي ولكن هما ما عارفينش القيمه ديالو، يعني الناس اللي كيوصلهم هذا كيعرفوا، كيقول لك في الحقيقه هو اجمل بكثير من الصوره، ويحل لهم بزاف المشاكل اللي ما قادراش تدير الحجاب، كتزعم كدير هذا، اللي دايره الحجاب كتقول لك ما عديتش مع الفنيت كتزعم كدير هذا، اللي كتحس براسها ماشي انيقه زعما مع الحجاب كتزعم كدير هذا، الحجاب الشيك شيكول فيغ دات شيك، فهمتو؟ يعني واخا ما كنديروش ديما، ولكن انا كرستو حياتي، شوفوا من امتى، من 2005 وانا محتفظه بيه حتى لدابا، شوفوا شحال من عام، ومن 2005 تخرجت في 2006 2007، من داك الوقت وانا اي حاجه كنت كنجربها في الدومين ما كتنجحش معايا، حتى رجعت الاصل اللي هو هذا الشيء ديال البيريات وداكشي ديال الحجابات ديال الراس، واخا انا بوليفالونت يعني موديليست بوليفالون، انا ملي قريت الموديليزم دازت واحد العام 3 سنين، يعني ما الوضع عندي كان واقف، يعني ما انا كنت باغي ندير شي حاجه، ولكن نسيت القصه الاولى هي اللي نسيت، هي انا شنو الميول ديالي، كنت كندير البيريات والقبعات وكيعجبوني، نسيتها، ما طفرتوش مده طويله، ما طفرتوش، ما كانش بين الايكوميرس وتشد السوشيال ميديا، ما كانش بين ديك الساعه ما كانش الانترنت بينه، مع المهم قريت عاوتاني ستيليزم في 2010 11 12 تخرجت عاوتاني، والو اختكم والو حتى 2017 درت، بديت ندير التوربانيه باش اختارت داك التوربان ديالي، تما بعد نوريه لكم قصته، هذاك هو المنقد ديالي، شتي هذاك هو اللي شعل لي البيل وقال لي ها الطريق اللي تبعي، ها الطريق اللي تبعي، صافي الدريات، وهذا ما كان، فهمتوني هذه هي القصه ديالي، انا قريت الموديليزم والستيليزم القيامه في الاخر تخصصت في هادو، اللي قريت شحال من عام وانا غادي جايه، وشحال ديال الفلوس ضيعت، وشحال ديال المشاريع درت، وداك الشيء مشى هباء منثورا، مشاو الفلوس مشى كل شيء مشى التواب، مشى داك الشيء ما خدامش ليا، فهمتي ما خدامش ليا، في الاخر غينجحوا ليا هادو اللي ما قريتهم، ما قراهم ليا حد، ما والو ما قريتهم ما قراهم ليا حد، يعني كيعجبوني بديت كنديرهم كنتفنن فيهم، ربي شاف فيهم التيسير، صافي هادشي اللي كاين، كنت غنشقلب بالشمعة، صافي هادشي اللي كاين، صافي متشعل شمعتي وهي تشعل، هادشي اللي كاين الدريات، فهمتوني؟ هادي هي القصة بكل بساطة، صافي هادشي اللي كاين مع البيري حجاب، هادي هي القصة، صافي مني 2019 عاودت بينتو في 2022 وبينتو كما ينبغي، درتو في الكحل، ومن بعد كلشي بغاو اللوينات، الناس جربوا عجبهم، فهمتوني؟ جربوا وعجبهم الحال، عملي قصة بكل بساطة هي دي، فهمتوني؟ بقيت انا صراحة ملي كنتفكر دوك السنوات اللي دازت وضاعت واني ماكنتش عارفة بانني انا خاصني نتخصص في هادشي كنضحك يعني صراحة نقولوا ضاع وقت، ولكن ماشي ضاع بالخسارة، بقدر ما كتكون اي حاجة عندها التوقيت المناسب، كاين شي حوايج عندهم التوقيت المناسب، فهمتيني؟ يعني حتى انا مثلا كنكتشف دابا السوشيال ميديا كيفاش خدامه، كيفاش خدام، كيفاش كيبيعوا بيه الناس، كنقول او في كنت انا شحال هادي ما عارفاش، واخا يعني انت ما كنتيش مستعد، انت ما ابار المعلومه، انت اصلا ككيان كنتي غير مستعد انك تدخل يعني حتى وسط الكيانات وداك الشيء، فهمتي؟ ما اي حاجه عندها التوقيت المناسب، وهذه قصه الدريات، سمعتوني؟ وانا البيريات كنت كنلبسهم من الصغر، يعني بالنسبه لي بيريه بحالها ما فهمتي، بالنسبه لي شي حاجه في شكل، شي حاجه فوق الراس، انا تاج عليه الناس. مثلا نعطيكم اكزامبل، بحال دابا انا هذا الشيء درتو في داك العهد اللي في 2005 راني يلاه بديت كنديرو انا،
يعني في ديك الوقيته كنت تخيل له انني كان عندي مثلا محل متواضع في شي بلاصه متواضعه او يعني ما يشدوش معدي الناس ويضربوني بالحجره ويقولوا هذه مسطيه فهمتوني. كانت غتبقى تكون قله نسبه قليله ولا شي حاجه بحال كلي. وكانوا الاستاذات معايا في المعهد وكيبغيو الباتروناج ما نعطيش ليهم. دابا شحال كنت تقول شي باترون ما عطيكش شي باترون سيري خدمي سيري اختي خدمي فهمتي. ما كنعطيش من الاخر انا ما شي حاجه فهمتي. هادشي راه في الوصيه راه جدتي كوكو شانيل كاتبه لي في الوصيه لا تعطي لي احد اي كان الباتروناج فهمتوني. لا حيت يقدروا فهمتي تدير بحال التاج والناس كيعواجوا على التاج ما خصنيش انا نعطي شي حد الباتروناج فهمتي. والدريه راه ماشي زعما هادشي راه ارت خليته ليا جدتي كوكو شانيل حيت انا الحفيده ديال كوكو شانيل فهمتو الحقيقه. دابا مثلا انا السوشيال ميديا عاونتني علاش لان هادشي كيوصل لواحد الفئه مهتمه كتشوف البرودوي كتشوف لا فالور ديالو شنو غادي يضيف ليها شنو غادي يقدم ليها فاش غادي يهنيها فهمتوني. راه ماشي وكاين اللي كيقول لك راه غالي بالعكس راه والله ترخيص 229 درهم فقط تيديري درهم النهار شحال كتشري من المسكه شحال كتشري داكشي ديال السقاطه شحال كتشري شحال من حاجه شريتيها ولقيتي راسك في الدار حاطاها لحتيها من بعد او ما استعملتيهاش او ما عندها حتى شي معنى فهمتي. رخيص شتو هذا رخيص بارابور داكشي اللي غادي يقدم لك يعني راه كيقدم لك خارجيا وداخليا وهذا مع المجتمع عدو مزايا كثيرة لا تعد ولا تحصى. انا عاونتني دابا السوشيال ميديا يعني في الاي كوميرس يعني باش نسوق لهذا الشيء عاونتني السوشيال ميديا. يعني انا مثلا لولا الانترنت الناس ما غاديش يفهموا هذا الشيء ولا يعرفوه ولا تقدر تشوفك شي وحده في الزنقه تقول اختي منين خديتي واعر زوين فهمتوا الفكره. بحال دابا مثلا كاين اللي كيكتب في الكومونتيرات بزاف د البلايص اختي سيري دير لك شي حاجه سيري اختي دير لك شي خدمه سيري قتي لك شي خدمه وهذه هي خدمتي هذه وما يتقدر فهمتوا. كاين اللي واحد اخر يقول لك اوتي خدامه في هذا الشيء هي خدمتك بحال اللي خدام كيبيع الشيران فهمتوني. انا درت داك الشيران وداك الشيء شويه برو ماكس فهمتوا كيفاش الوضع كيقول او كاين اللي كيشري هذا الشيء فهمتي. بحال دابا فواحد لقيت نهار بديت هذا الشيء بالنسبه للناس خويا كان تخربيق بانني انا كنخربق وانا كنضيع في الوقت وش تخربيق كديري وراه خصك تخدمي راه كتضيعي في وقتك فهمتوني. ولكن انا كنت كنشوف واحد الحاجه بحال شي حد كان في الغيب ضامن ليا وعاطيني الضمان وباصم ليا كوكو شانيل جدتي فهمتي. حيت هي كتعاود لي داكشي في الليل كتعاود لي داكشي في الليل في الحلم ولكن الناس ما يفهموش هادشي اش غتقولي واش غادي يفهم ما يفهموش فهمتو. ولكن كنشوف النتيجه تتحدث النتائج هي التي تتحدث فهمتوني. دابا هي خدمتي انا هي هادي